صباح الخير. صباح الخير يا ليا. يسعد صباحك. صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كانوا عم بيتابعونا. صباح الخير والصحة والعافية، إن شاء الله دائما أيامكم كلها صحة وخير، وإن شاء الله ما بيصيبكم إلا الخير. يعني صباحنا اليوم في كثير من الخبريات والمعلومات المفيدة، وخصوصا عن الهاجس والوقاية من فيروس كورونا، إضافة لأخبار كثير من النشاطات من المحافظات السورية. بدي جدد الصباح والصبحية على ليا. سعد صباحك. يسعد صباحك عن جديد يا زينة، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يعني مبارح صار في قرارات كتير بشأن ناخد احتياطاتنا لمنع انتشار فيروس الكورونا. إن شاء الله الخير والسلامة لكل العالم. أهم شيء نخفف التجمعات، ويعني الدولة كتير طرحت قرارات خففت من المدارس والمعاهد والجامعات وأيضا العمل. لازم كتير ناخد احتياطاتنا ونكون هيك شوي عم نزيد التعقيمات والغسيل والنظافة الشخصية. صباح الخير عن جديد لكل المشاهدين. صباح السلامة والمحبة. أكيد ليا، ودائما منذكر أنه هي الإجراءات هي مجرد إجراءات وقائية تماما، حتى ما يصير فينا مثل الدول اللي ما حضرت وعملت الإجراءات. طبعا الحوالينا أكيد رح نكون من وحي طبعا فيروس كورونا، ونبدأ صباحنا بمعلومات كثير مفيدة ودراسات حديثة. رح نحكي عن عمر الفيروس بالهواء وعلى الأسطح حتى على الأقمشة والإيدين، اللي العالم مشغول فيه لساعات حتى يدرس ويعطينا آخر الدراسات الحديثة. هالفيروس آخر دراسة ممكن أنه يبقى بالهواء لمدة 3 ساعات، وبيعيش كورونا على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة بتتراوح بين 2 أو 3 أيام. أضافت الدراسة أن كورونا بيتمكن من البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى 24 ساعة. كانت دراسة تانية نشرت بالشهر الماضي قالت إذا كورونا كان مشابه للفيروسات التاجية الثانية مثل السارس يمكن يعيش على الأسطح لمدة تصل ل9 أيام. بالمقابل يمكن لفيروس الأنفلونزا أنه يعيش على الأسطح فقط لمدة تقترب من 48 ساعة. ورح نبقى بالقصص الوقائية ورح نروح للمعقمات وعن التعقيم، حيث أشارت تقارير عدة في الأيام الأخيرة إلى أنه استخدام المطهرات والمعقمات هي من أهم السبل الوقائية لفيروس كورونا. هي الدراسة الحديثة أكدت إلى أنه من الضروري أن تتسم المطهرات القادرة على القضاء على فيروس كورونا بمعايير معينة. المطهرات لازم تحتوي على المعقمات للفيروس التاجية، لازم تحتوي ما بين 62% و71% من الكحول الطبي، والهيدروجين بنسبة 0.5% والصوديوم بنسبة 0.1%. واستند الباحثين بشكل أساسي على هي النتائج على بيانات السارس الفيروس الأقرب لكورونا الجديد مع تشابه تسلسل بنسبة 80%. وبالرغم من قدرة كورونا على البقاء على قيد الحياة لمدة تقريبا تصل إلى 9 أيام، فهذا النوع من المطهرات كفيل بقتل الفيروس في غضون دقيقة واحدة فقط عند غسيل اليدين أو مسح الأسطح الخارجية بهي المواد الكحولية والمعقمات، وأيضا الهواتف النقالة والآيباد والكمبيوتر وأي سطح نحن من لامسه. يعني شفنا هلا بالاستوديو عم يرشرشوا كله عم بيعقم الكحول الطبي. ان شاء الله الله يبعد الكورونا وغيره عن كل الناس. اكيد ليا، واخر اخبارنا العلميه كمان بتقول من وحي انتشار القلق والهلع والخوف من انتشار فيروس كورونا بالعالم، توصل الباحثون الى انه ايضا الفيروس امتد ليشمل الهواتف الذكيه، حيث اخر الدراسات قالت انه عدد كبير من البكتيريا بتكون على الهواتف المحموله بتعادل 7 أضعاف اللي بتكون بالمرحاض. وبتشير الدراسات أيضا إلى أنه بنستخدم الهواتف المحمولة لأكثر من 70 مرة وسطيا باليوم، ك
كمعدل وسطي مثل ما قلنا، وبنتفقد الهاتف الذكي 2600 مرة باليوم وسطيا، لهيك لازم ننظف الموبايلات مرة واحدة باليوم أقل شيء، والطريقة بالشكل الآتي: منديل من المايكرو فايبر حصرا من النوع من المناديل قادر على تنظيف شاشة الموبايل من خلال إضافة مي سخنة وصابون، أو من خلال قطعة منديل معقمة تحتوي على كحول. بعض الأمور ممكن نتجنبها بشكل كلي هي مخ الشاشات بالكحول بشكل مباشر، لأنه هالعملية بتأثر على شاشات اللمس وبالأخص اللي بتحتوي على بصمة للشاشة، وممكن رش المواد المعقمة والكحول على المنديل من المايكروفايبر وبعدين مسح الهاتف كله. هي العملية لازم تكون يوميا. حط ليك، هات الايد الثاني كمان. لكي هلا المصورين عم يرشوا الموبايل رش، لا بدك تحط محرمه احسان، بدك تحط محرمه وتمسح الموبايل بينتزع، بتغرمنا فيه للموبايل. شكرا على الكحول الطبي. هلا خلينا مشاهدينا نروح لفقره هل تعلم. كثير من المعلومات بنعرفها وكثير من المعلومات يمكن ما بنعرفها، خلينا نروح نتعرف عليها سوا. معلومات كتير ممكن تمر بيومنا وبنحب نتذكرها، ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأنه كتير من إشارات الاستفهام حول زيت الزيتون والكوليسترول؟ فزيت الزيتون يرفع نسبة الكوليسترول المفيد في الدم ويخفض نسبة الكوليسترول الضار. وهل تعلم بأنه عصير التفاح يقلل من الإصابة بالروماتيزم والزهايمر، كما يساعد على جعل عملية الهضم سليمة؟ وهل تعلم بأنه كثير من السيدات بيلاقوا البوتوكس الحل الأمثل لمشكلة خطوط العمر، ولكن الأغذية الغنية بالفيتامينات مثل الفيتامين سي والفراولة والكيوي بتساعد على تحفيز نمو الكولاجين ومكافحة التجاعيد والخطوط الرفيعة؟ وأخيراً، لكل يلي بيعانوا خلال فصل الشتاء من التهاب متكرر باللوزتين، هل تعلم بأن الالتهاب المتكرر للوزتين يمكن أن يسبب تضخم في باقي الغدد الليمفاوية في الرقبة؟ أما هلأ مشاهدينا نحن نرجع ونقلب برزنامة التاريخ ونشوف شو تسجل من أحداث بمثل هاليوم. اليوم 14 آذار بمثل هالتاريخ تسجلت كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة اليوم: بعام 1932 إصدار فيلم أولاد الذوات، وهو أول فيلم عربي ناطق. بعام 1978 عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. بعام 2004 إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية. بتاريخ 14 آذار شهد هالتاريخ ولادة عدد من الشخصيات: بعام 1835 عالم الفلك الإيطالي جيوفاني سكيلباري الذي اكتشف الكويكب هيسبرا 69 وقام بتسمية البحار والقارات. بعام 1854 الطبيب الألماني باول إيريخ مكتشف عقار سيلفرسان، أول عقار لعلاج مرض الزهري. بتاريخ 14 آذار أيضاً شهد عدد من الوفيات، وكان أبرز بعام 1940 جابرييلي بوسانار، أول امرأة عملت في مجال الطب. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ 14 آذار. نهاركم سعيد. وبأولى محطاتنا لليوم رح نحكي طبيا وفق العمل عن دليل الوقاية عن كورونا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء، وهو إلى حد الآن لم يظهر في سوريا حسب وزارة الصحة السورية. ونحن أكيد كلنا ثقة بهذه بأنه ما عندنا كورونا أبدا، ولكن الوقاية خير وسيلة لمحاربة أي مرض أو أي وباء أو أي فيروس.
حتى نتعرف أكثر عن أجوبة نحن يمكن عم نتساءلها بحياتنا اليومية، وكثير من الاستفسارات بنحكيها هيك بين بعضنا. رح يحكي لنا عنها أكثر بالاستديو الأستاذ الدكتور مروان الحلمي، النائب العلمي لكلية الطب ورئيس الجمعية السورية للمولدين النسائيين، رئيس جمعية الشرق الأوسط للخصوبة. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيك دكتور مروان. لكل المشاهدين صباح الخير والسلامة وبعيدا عن الكورونا. نعم. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد. يعني من وحي مبارح القرارات والإجراءات اخذتها سوريا وانقسام ايضا الباحثين، خلينا نقول بين انه فيروس كورونا هو فيروس خطير جدا ومتطور او انه هو يشبه الفيروسات او الامراض القديمه مثل السارس والانفلونزا اللي عم تحصد كانت حياه كثير من العالم. اليوم تطور الفيروس وسمي بكورونا نسبه لكراون التاجي. خلينا نحكي شوي اولا عن فيروس كورونا بشكل عام، شو هو هذا الفيروس ومدى خطورته؟ نعم، اولا فيروس الكورونا هو او المستجد الكوفيد 19 هو جزء من عائله الفيروسات التاجيه. نعم. التي معروفه من ثلاثينات القرن الماضي، الا ان هذا وهي تصيب الحيوانات وقليلا الانسان. هذا الفيروس طرأ عليه تحور وراثي أو تبدل بالمادة الوراثية أصابت الإنسان، بدأ في 2002-2003 بما يسمى السارس أو المتلازمة التنفسية الوخيمة الحادة، ثم طرأ تحور آخر بال 2012 بما يسمى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو الميرز، وحديث في نهاية كانون الأول 2019 طرأ التحور الأخير ما يسمى الفيروس المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في مدينة أوهان بالصين، أي منذ حوالي أقل من 3 شهور. حقيقة هو من فيروسات التي الحاوي على الRNA. يعني الفيروس لا يوجد به نواة، يوجد به حمض نووي ريبي، لذلك عندما يصيب الخلايا سهل أنه يحصل في تحور وراثي ويطور سلالات أخرى. هلا الأمر الإصابة بالفيروس حقيقة بالأول من ناحية الخطورة لا تدعو كثيرا للقلق، لأن أكثر غالبية الحالات تشفى، حوالي 80% تشفى عفويا أو تكون إصابة خفيفة ولا تحتاج إلى تقديم خدمات طبية. الذين يحتاجون إلى تقديم خدمات طبية نوعية هي حوالي 20% فقط، والوفيات لا تتجاوز بحال من الأحوال 2-4%. هذا يجب يعني، وهذا داعي لأن نترجم أو نحول هذا القلق لاتخاذ الإجراءات المشددة للوقاية من العدوى. نعم. دكتور خلينا نحكي عن طريقة انتقال الفيروس وكيف الإنسان بحس أنه هو عنده فيروس كورونا. يمكن قريبين كتير الأعراض من الإنفلونزا ونزلات البرد، ولكن خلينا نميزه بقصص محددة وطريقة الانتقال. نعم. أول شيء يعني حقيقة طريقة الانتقال الوحيدة أو الرئيسية هي بالرذاذ أو القطيرات التنفسية الصغيرة الدروبلت، فهو حتما ينتقل عن طريق الرذاذ من الأشخاص المصابين عند السعال أو العطاس. وهو هذه القطيرات من النوع الثقيل التي لا تنتقل لمسافة طويلة، إذا هو لا ينتقل عن طريق الهواء، ينتقل عن طريق القطيرات التنفسية أو عن طريق الرذاذ. لذلك حجر الزاوية بالوقاية هو عدم المخالطة لهؤلاء المرضى والابتعاد قدر الإمكان على الأقل مسافة متر واحد، لا تنتقل لمسافة أكثر من متر واحد أو 3 أقدام بشكل عام. أيضا بما أنه لا يوجد معلومات مؤكدة أنها تنتقل عن طريق الحيوانات، يجب طهي المنتجات الحيوانية والبيض بشكل جيد. طبعا مسح السطوح بشكل جيد لأنه يعيش كما سنفصل بهذا الموضوع على السطوح أيضا. إذا الانتقال الوحيد هو عن طريق القطيرات التنفسية التي تنتقل بالسعال أو العطاس بشكل عام. لذلك من المهم جدا وضع الوقاية من ذلك بوضع المحارم ورميها مباشرة في القمامة. نعم دكتور، يعني كثير من الأسئلة حوالينا اللي عم نسمعها من العالم
هل البضائع القادمة من الصين ممكن أنه يكون فيها كورونا؟ كثير ناس خافت. هل مثلا علما أنه الصين يعني سيطرت على الفيروس بشكل كامل وهلأ انتقلوا على إيطاليا كمهمة إنسانية، هل مثلا البعوض أو الحشرات ممكن تنقل الفيروس؟ لا يعطس مو مع كورونا. فخلينا نعرف صحة هاي الأقاويل ونصححها للعالم. حتى لمس مثلا كيف ممكن كمان الإجراءات الوقائية يعني السهلة للعالم حتى ما تخاف كتير. نعم، أولا لابد أن أتكلم قليلا عن الأعراض، كيف نميزها عن الإنفلونزا. الأعراض بشكل رئيسي هي الحمى التي او ارتفاع الحراره التي يظهر باكثر من 80% من الحالات، ايضا التعب والاعياء والسعال الجاف، وفي حالات ايضا يمكن الشعور بضيق النفس او القصور التنفسي وبعض التهاب الحلق او احتقان الانف. اذا اعراض حقيقه تكون قريبه او مشابهه ومن اختلاطاتها النادره طبعا. بس في سؤال، هل عن جد اللي بيكون معه مثلا بلغم او بيكون معه سيلان بالانف بيكون ما في كورونا؟ هيك العالم ما بيقول. هو بشكل عام سعال معظمه جاف بالكورونا. لذلك الأعراض الأساسية هي الحرارة، السعال الجاف، والتعب والإعياء وضيق النفس، هي الأعراض الرئيسية. أما عن انتقال فالمعروف أنه يعيش على السطوح حسب نوع السطح وحسب الظروف المحيطة من حيث الحرارة والرطوبة. على سبيل المثال يعيش على الملابس حوالي 12 ساعة، على السطوح مثل الستانلس ستيل يعيش أحيانا بضع أيام. إذن هو يعيش على السطوح من بضع ساعات لبضع أيام حسب الظروف. أما عن الإصابة من البضائع القادمة من الصين على سبيل المثال، لم يثبت أنها تنقل العدوى، خاصة بعد هالمسافات الطويلة والتعرض لمختلف أنواع الظروف المحيطة، لأنه الطرود القريبة الإصابة أو انتقال العدوى بها هي انتقال ضئيل جدا. نعم دكتور، كثير من الأشخاص كثير بيسافروا خاصة بالطيارة ومن بلد إلى بلد. خلينا نحكي عن حماية المسافرين وطرق الوقاية لدى المسافرين، وإذا الشخص السليم فيه يحط كمامة وإيمت فينا نحط كمامة، وإيمت نحن إذا وصلنا على بلد فيه حالات من فيروس كورونا شو لازم نحن نعمل لحتى نوقي حالنا من الإصابة؟ نعم، حقيقة أولا الكمامة يجب أن توضع بحالتين، إما الشخص المصاب لمنع انتشار العدوى للمجتمع، الشخص المصاب او المشتبه انه مصاب. الحاله الثانيه هي مقدمي الخدمات الطبيه، يعني الممرضين، الاطباء الذين يعتنوا بالاطباء. اذا هناك حالتين، يعني العالم اللي ما فيهم شيء ما فيهم يحطوا كمامه، لا داعي لذلك، لانه يجب يعني حتى حسب توصيات منظمه الصحه العالميه ذلك. اذا يجب ترشيد استهلاك الكمامات لانه معروف عالميا هناك نقص بالانتاج. هلا بالنسبه للسفر، أولا يجب تنظيف السطوح أثناء السفر، ما يتعلق بمقاعد الطائرة، بالكحول أو حتى بالماء الحاوي على بعض المعقمات. إذن ثاني عدم مخالطة، تجنب المجتمعات الكثيفة أو الحشود أو الجمهور الكبيرة، يعني الحشود نبتعد عنها بالمولات وما إلى ذلك. إذا عند رؤية أي شخص مصاب حاول عدم مخالطة الأشخاص المصابين. كلنا نميزه أنه مصاب، من يشكو من أعراض من سعال، أي شخص عنده أعراض حمى سعال يفضل عدم مخالطته بالمرحلة الأولى، وهون ممكن يفيد ببعض حالات وضع أيضا عند شعور بحرارة أو أي عرض من أعراض الكورونا يجب، أو أعراض الإصابة التنفسية الحادة، يجب مراجعة أي مقدم للخدمات الطبية وأن يحجر الشخص نفسه أو يعزل نفسه حتى لا ينشر العدوى. أيضا الاهتمام بالمواد الطعامية أو منتجات حيوانية بطهية جيدا وعدم إذا. وأهم عنصر أقول في الوقاية هو غسل اليدين ثم غسل اليدين ثم غسل اليدين.
غسل اليدين وعدم ملامسة الوجه، لأنه نحن بطبيعتنا كشعب ودود، دائما اول شيء بنحب المصافحه كثير، التقليل بالتبويس كثير، ايوه، فهذا شعب ودود. ايضا نلمس الوجه بكثير من الحالات، بحالات التعجب، بحالات التفكير، بحالات التامل، دائما لدينا عادات ان نلمس الوجه، وبحالات التعب نلمس العينين. اذا الشعب متعود على ملامسه الوجه واستخدام اليد والوجه للتعبير، لذلك يجب ان نقلع عن هذه العادات. اذا غسل اليدين، عدم ملامسه الوجه بشكل عام، والنظافه الشخصيه. طب دكتور، هلا كثير في صوابين اشكال والوان، وفي شيء جل وفي شيء سائل، وفي فيها كثير قصص، اي الاحسن؟ ما في شروط معينه. اي الاحسن غسل اليدين بطريقه صحيحه، بالتشابك الصحيح، بالتشابك الصحيح، بغسل كل السطوح بشكل جيد بين الاصابع ظهر اليدين لمده 20 ثانيه، يعني فترة قصيرة، أو غسلة بمحلول كحولي 60% على الأقل. نعم. إذن هذا كافي، 20 ثانية أو محلول كحولي 60%. نعم دكتور، كمان كتير وبعد أي إجراء أكيد. هلأ نحن كثير من الأساليب الوقائية اللي عم نسمع عم شفاها على مواقع التواصل الاجتماعي، عم يقروها العالم، حتى عم يحكوها بين بعضهم، الغرغرة بالمي والملح، مثلا اليانسون، الليمون الداف مع مي دافية وعسل، ممكن أنه يحاول يقتل الجراثيم أو يمكن البكتيريا، فهل هي القصص صحيحة؟ نعم، لا يوجد أي دليل علمي حقيقة على هذه الأقاويل أو هذه المقترحات، اليانسون والغرغرة وإلى ذلك. حتى الآن لا يوجد علاج نوعي للكورونا، والأبحاث جارية بصنع لقاح، وكما تعلمين أن اللقاح يحتاج إلى فترة، يجرب أولا بالمخابر، ثم على الحيوانات، ثم على متطوعين، وآخر شيء بوصل على تطبيق الإنسان، وهذا يحتاج إلى فترة طويلة. إذن لا يوجد لقاح. العلاج موجه للمعالجة العرضية، لعلاج الأعراض، علاج الاحتقان، علاج الحرارة، إذا هو معالجة عرضية ومعالجة داعمة للحالات الحالات المقبولة في المشافي، المعالجة الداعمة لدعم الوظيفة التنفسية، الوظيفة الكلوية، ريثما تقضي وتنشيط الجهاز المناعي، ريثما الجهاز المناعي للشخص هو يقضي على الفيروس. إذا المعالجة هي عرضية أولا وداعمة ثانيا للقضاء على الفيروس بالجهاز المناعي الذاتي. نعم دكتور، خلينا كمان نركز على السوشيال ميديا، بما انه هلا الفيسبوك والانستغرام كاسح الدنيا، وكل العالم عن جد عم تصدق شو عم يقولوا الناس. حدا بيقول اخترعوا دواء، حدا بيقول هو دواء وقائي ولكن ليس لقاح، حدا بيقول انه بدنا اياها تطلع الشمس مشان يروح الكورونا. هدول القصص صحيحه؟ لان احنا تاكدنا من حيثيه وجود دواء، انه مثلا هلا ما اكتشفنا انه في دواء، ولكن درجه الحراره هل تلعب دور بالكورونا؟ نعم. الارتباط بالمناخ او الحراره غير مثبت علميا حتى الان، وكما نعلم ان عندما انتشر السارس انتشر في صيف في السعوديه وكانت الحراره مرتفعه، اذا وهو يقاوم من الحراره من ناقص 60 لل 30، فاذا لا يوجد ارتباط بمناخ معين او حراره معينه حتى الان. لا يوجد دليل علمي على ارتباطه بذلك. طيب دكتور، خلينا شوية نعرف عن الجهاز المناعي، يعني بنعرف دائما الشباب أو فئة الشباب جهاز المناعة أقوى من الكبار السن، فهل هذا أيضا بالنسبة لفيروس كورونا؟ نعم، كما أسلفت أنه الجهاز المناعي هو الذي يقاوم الشخص، هو الذي يقتل الفيروس، لذلك الإصابة تكون كثيرا عند ذوي المناعة المنخفضة، يعني كبار السن الذين لديهم أمراض معينة مثل السكري، ارتفاع التوتر الشرياني أو الضغط الشرياني، الأمراض القلب، الذين يتناولون معالجة كيماوية على سبيل المثال. إذا عند ضعيفي المناعة هم أكثر عرضة للإصابة الحادة أو الإصابة التي تحتاج إلى تقديم رعاية طبية خاصة. إذا ضعيفي، ولذلك الإصابة عند الصغار قليلة جدا، فأغلب الإصابات كانت عند كبار السن ومصابي السكري والقلب وضعيفي المناعة بشكل عام. نعم دكتور، كمان خلينا أحكي، كثير من الأشخاص بس يجعن شوي حلقون او شيء فورا بياخذوا ادويه التهاب. ادويه الالتهاب قد ايه بتضعف المناعه بالجسم؟ نعم. واستخدامها الخاطئ وغير المرشد من قبل الطبيب قد ايه يمكن بضعف المناعه؟ نعم، كلنا نعلم ان او كلنا نعلم ان ادويه الالتهاب لا تقاوم او لا تقضي على الفيروسات، فهذا فيروس، لذلك ادويه الالتهاب او المضادات الحيويه هي لا تفيد ابدا في هذا، تعطى بحالات خاصه عند وجود انتان مشارك تحت إشراف الطبيب، إذا حالات خاصة معينة،
إذا ولا يوجد مضاد فيروسي للكورونا المستجد الكوفيد 19 حتى الآن. نعم. طب خلينا نحكي كمان عن نساء الحوامل، يعني هلأ الخوف صار خوفين، هن قبل عندهم إجراءات وقائية من أي شيء من أي مرض، هلأ صار في كورونا. نعم. كمان كيف فيهم يأخذوا؟ نعم. إجراءات وقائية؟ نعم. حقيقة بما أنه المرض حديث العهد فلا يوجد دراسات كثيرة عن نساء الحوامل. هناك دراسة ظهرت بعد قيد النشر على 17 امرأة حامل، لا يوجد شيء ما يميز المرأة الحامل أن إمكانية الإصابة أكثر من غيرها، إلا أنه بسبب طبيعة الحمل قد يعرض الحامل للإصابة أكثر أحيانا. لذلك لابد من السيد الحامل أن تأخذ من أسباب يعني أسباب الوقاية وتحتاط أكثر من غيرها لمنع التقاط العدوى بشكل رئيسي. أما لا يوجد ما يثبت أن الحامل هي أكثر عرضة للإصابة فيزيولوجيا. نعم. دكتور، المريض المصاب بفيروس كورونا هو نحن بنحطه بحجر صحي، بنحطه. نعم. بمكان منعزل عن الخارج. نعم. وخلينا نسأل، إذا طاب هذا الإنسان وطلع على الناس وخلص بيعدي. تأكدنا أنه هي بيعدي أو بيرجع بينعدى ولا. نعم. بصير عنده. نعم. مانع؟ علينا حقيقة أن نميز بين مفهومين. أوكي. الحجر والعزل. أوكي. الحجر يجرى للأشخاص غير المشتبهين المخالطين لمصابين أو قادمين. أوكي. من مناطق موبوءة أو منتشر فيها الفيروس. أوكي. هذا هو الحجر، فهو غير مصاب. العزل هو للأشخاص المصابين فعلا يجب أن يعزلون. إذا الحجر هو لغير المصابين، للمشتبهين أو المخالطين أو القادمين. هذا أولا. ثانيا، ذكر حالتين فقط حتى الآن تم إعادة الإصابة أو العدوى لثاني، كان هذا يدل على أن هناك أكثر من زمرة أو أن الفيروس يطور زمر ثاني قد يوجد يعني قد تؤدي إلى إصابة ثانية. إذا هناك حالتين تمت بعد سلبية الاختبارات بالبي سي آر، تم تفعيل الإصابة أو إصابة ثانية لاحقا، وتم نشرها منذ يومين على أحد المجلات العالمية المحكمة. إذا إمكانية. أما العدوى بعد الإصابة بعد الشفاء أو أثناء فترة الحضانه، فأثناء فترة الحضانه لا يكون هناك أعراض عادة، فغالبا إذا ما في أعراض فهو غير معدي بسبب عدم وجود سعال أو رذاذ، أو إلا أن هناك بعض الحالات وهي كثيرة 80% تكون الأعراض خفيفة، سعال خفيف أو بداية الإصابة تكون الأعراض خفيفة. هذه الحالات رغم أنه قد تكون معدية. وأود هنا أركز على فترة حضانة المرض. أوكي. فترة حضانة المرض حسب الآخر المستجدات هي تتراوح بين يومين و 14 يوم وأسبوعين، غالباً في معظم الحالات هي 5 أيام فقط. إذن بين يومين ل 14 يوم، وفي معظم الحالات 5 أيام فقط. نعم. دكتور، اخيرا سؤال، يعني هلا في نص العالم مرشحه خلينا نقول من التغيير الموسمي او تغيير الطقس بين الربيع والشتاء، كيف فيهم يفرقوا بين هي الحالات بين الكورونا والفيروس؟ نعم، هو باستمرار الاعراض كما اسلفت والإصابة التنفسية. المشكلة بفيروس كورونا هو الإصابة التنفسية. أما الأعراض الخفيفة هي تذهب وتروح بدون أي عقابيل. المهم الذي يشكي من أعراض تنفسية أو أعراض علوية مهما كانت الوقاية الشديدة بمنع نشر الرذاذ أو وضع دائما المنديل، أو إذا اضطر العطاس يمكن أن يضع يده على ريثما، بغسل يدين الجيد. نعم. بعدم المخالطة بشكل عام بالمجتمعات الكثيفة. إذن ولهذا السبب صدر البارحة قرار بتوقيف القرار المدارة. كان حكمي تماما. كان في منتهى الحكمة، على الرغم من عدم وجود إصابات لدينا فنحن لسنا بمنأى عن الإصابة، ولسنا بمنأى عن وجود بعض الحاملين غير العرضيين أو الذين هم في فترة الحضانة. لذلك كان منتهى الحكمة أن يصدر قرار كما صدر البارحة بإيقاف الدوام في المدارس والجامعات والمدن الجامعية. نعم. وإلى آخره. نعم. دكتور مروان الحلبي، حكتي بدنا نتشكرك، شكرا كثير على كل المعلومات وكل الأجوبة يلي عم يتسألوها الناس جاوبتنا عليها. مرسي كثير لك، يسعد صباحك. جزيلا، وشكرا كمان للمشاهدين. أهلا. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها. أما هلأ يا زينب فخلينا نروح إلى طرطوس، فتحت عنوان يد بيد مع الجيش العربي السوري، افتتح في صالة عمريت للفنون معرض للفن التشكيلي. تفاصيل أوفى متابعة مع مراسلنا بطرطوس محمد حسن. تحت عنوان
يد بيد مع الجيش العربي السوري، افتتح في صالة عمريت للفنون بمدينة طرطوس معرضا للفن التشكيلي والذي تقيمه نقابة المعلمين بالتعاون مع مديرية التربية بطرطوس. المعلمون في محافظة طرطوس وفي فرع نقابة المعلمين اختاروا أن يقيموا هذا المعرض للفنون التشكيلية بعنوان تحت عنوان يد بيد مع الجيش العربي السوري، ليؤكدوا بأننا نحن المعلمون الرديف الثاني لأبطال الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. تحية لجنودنا البواسل ولجيشنا العظيم الذي يحقق هذه الانتصارات. هذا اليوم كنا مع هذا المعرض الفني الذي يقام من خلال مشاركة زملائنا المعلمين في مديرية التربية بما يحقق من إنتاج في لوحات، تشاهدون لوحات حقيقة تعبر عن هذه المناسبات. يقام المعرض بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين والمعلمين ويتضمن لوحات فنية متنوعة ومنحوتات وأعمال يدوية. نحن بهذا المعرض يعني عم يكون تأييد لانتصارات الجيش العربي السوري ووقوف إلى جانبه وتضامنا مع انتصاراته على امتداد مساحة الجغرافيا السورية. مستمرين بحركتنا انه بكل هي اول مشاركة إلي، لانه مثل انه تشجعت مثل ما الجيش عم ينتصر لانه اللي عم بيصير، فنحن انه ليش حتى نضل قاعدين؟ عبارة عن استمرار المقاومة ضد الشيء اللي عم يصير ضد البلاد. فجسدنا هذا العمل بعمل نحتي ضخم بارتفاع تقريبا شيء 3 أمتار وموجود بساحة نقيب بمنتقيات النحت اللي أحدثت سابقا. يأتي هذا المعرض الفني ليؤكد بأن السوريين ورغم كل الظروف الصعبة مستمرون بالعطاء الفني والثقافي، وتحية إكبار وإجلال من معلمي طرطوس لرجال الجيش العربي السوري. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. ورح ننتقل لمحافظة حما ومعرض للأشغال اليدوية في لمسة خاصة للسيدات، والتفاصيل بتقرير مراسلنا محي الدين فهد. بمناسبة انتصارات أبطال الجيش العربي السوري وأعياد آذار ونيسان، افتتح في صالة أصدقاء السلمية معرض منوع تضمن مواد غذائية ولوحات فنية مرسومة بالألوان الزيتية مشغولة من قبل عدد كبير من النساء اللواتي لا معين لهن. قررنا نسوي هذا المعرض نحن هون، فريق نحن هون بجمعية العاديات. طبعا هذا الفريق هو مؤلف من النساء بلا معيل وأصحاب الأنامل الذهبية الفنانين. شاركي هون بالمعرض بقسم المنتجات الغذائية، طبعا نحن هون لحتى نساعد أصحاب أهالينا بالبيوت أنه نقدم لي مساعدة مادية. أنا طبعا بخلي الصبايا معي يشاركوا بالعمل من شان نوسع عملنا وتكتر الفائدة لأكثر من صبية. هذا المشروع طورني وطور مطبخي أكثر، والهدف اني عيل اسرتي وعندي شابين عم عينين. انا مشاركه بالجلديات، بحب اعمل شناتي وجزادين رجالي نسائي واتفنن فيها بشيء مميز غير موجود بالسوق، وبحب شارك بهيك معارض لانه بتبرزنا للناس وبتخلطنا مع المجتمع. معرض يحمل من الأصالة الشيء الكثير، رسالته للعالم واضحة وصريحة، رسالة تقول أن المرأة السورية هي رمز العطاء والإنجاز وتقف جنبا إلى جنب مع الرجل لمواجهة كل ظروف الحياة. زينب، يعني هلا رح ننتقل لمحطتنا التاليه يلي مثل ما شايفين حضرنا بالاستوديو قصص كثير حلوه، هي كلها شغل يدوي وشغل نول. رح نروح لمهنه بتحتاج الى الصبر وتركيز عالي وقدره عاليه على الاحساس بالجمال حتى تقدر ويقدر الحرفي انه يحط بصمته ويعمل اشغال كثير حلوه بتلائم جميع الناس وجميع الاعمار بدقة عالية. رح نحكي أكثر عن النول اليدوي وطريقة صناعة المنتجات اليدوية، ورح نضوي على هالحرفة أكثر مع مديحة النعمة. أهلا وسهلا فيك مديحة، يسعد صباحك. يسعد صباحك. أكيد يا مديحة، أهلا وسهلا فيك باستوديو صباحنا غير. يعني أكثر من 15 سنة عم تشتغلي على النول، خبرينا عن البدايات وكيف بلشتي بإنتاج هاي القطعة الفنية.
هلا نحن بالعيله كانت ستي خياطه، وامي يعني كمان كانت تدبرنا بضمن امكانيات السيده السوريه مثل ما بيعملوا كل الستات، وانا من صار عندي حب للخيوط واشغال الخيط. الغيري على الحرفي لانه انا من حمص مدينه النول وما عاد في نواله للاسف. من حمص مدينه النول. خلينا نجي هيك عشان نبين على الكاميرا. تفضلي. يعني بتحبي اشتغل لك هلا ولا بتحبي نحكي عن الموضوع؟ بنشتغل وبنحكي يعني حتى نعمل شيء كمان للعالم. لكن ال 15 سنه عطتك خبره كثير، يمكن مثل ما حكينا خلينا نعرف عن القطع كمان اللي عندنا بالاستوديو. ليا عندها بعض القطع وانا عندنا النول الاساسي اللي عم تشتغلي فيه ونبلش شغل. في صعوبة بإنجاز أي قطعة؟ هلأ النول اللي أنا عم بشتغل فيه كتير سهل. هو عبارة عن خشب، ما في شيء، لاحظي ما في بسامير. هون كان هو بالأساس النول بده غرفة كاملة ليحجز غرفة. أنا طلعت من كل هاي القصة لأنه الغرفة هلأ عم تقعد عيلي. فنحنا صار كمان سهل حمله، لا في بسامير. هو مزبوط النول كان ضخم. إيه؟ يعني بياخذ حجم كبير، هذا سهل الحمل. سهل حتى الحمل وما في تقل وما في خطر مشان الاطفال ولا الستات اللي عندهم اي مشكله بيقدروا يشتغلوا عليه. هلا انا اخذي هذا النول بحجم هذا، في عندي واحد ثاني اسا اكبر، وفي عندي اصغر نول بسوريا ان شاء الله راح نسجله، وكمان بيعطي انتاجيه كله. هذا من هيك تصميمك يعني؟ إيه. هذا انا شغلي. هلا انا بفكهم هدول هون القطع، بصير عندي قطع خشب بس. ما حدا بيقول هاي آلي وبتعطي منتوج. ومثل ما ملاحظين هذا القطعة هلا هاي انتاجية هذا النول. انتاجية هذا النول قد ايه اخذت معك وقت؟ هلا بين يعني فيك تقولي 20 يوم. 20 يوم. خلينا نحكي عنا هون كثير من الشغلات، وفي بيقولوا لها قطب. ايه؟ فكل شيء له قطبه. خلينا نحكي خلينا نضل عند زينب. او اذا ايه؟ على كيفك مشان انا قولي لي رح افرده انا وفرجيه للعالم. هذا شال. هذا شال. ايه شال. اخذ هذا الشال. شو لك كيف قطبته؟ هذا نسيج بسيط. ايه عاطي على نول اكبر من هذا. اخذ عقده الياسمينه مع النسيج البسيط. هي كمان بهذا النول. ايه يعني انت فيك تتحكمي بحجم. طلع اكثر من نقش. ثورم فرم بقلب على الحمصه بحكي حمصه. الله يسعدك. كمان الاخضر اي واحد؟ هذا الاخضر. هذا ايه هذا الياسميني كامل. هذا حرام. على الوش الثاني فيك تقلبي كمان. هذا كمان لا اقلبي على النص. هذا قطبة الياسمين. ايه هذا على الياسمين. بنشوف كيف. هلا بيوتنا نحن البيوت السورية بالاجمال كان عندهم تقوم ترابيزات من هذا الشكل. انا عاملته مربع، هو في منه بيطلع ست اضلاع له، بس انا هلا هيك اخذه على شكل مربع. هذا كمان الياسمين اللي هلا نحن كمان هاي انقرضت القطبة كمان. طبعا بنشوف هون تداخل الالوان. عم نشوف على الشاشة كمان في تداخل الوان وفي قطب فوق بعضها. كيف ايه؟ كيف بترجعي بتعيدي؟ هذا بشبك على الاربع اضلاع طولي وعرضي، وبرجع بعدين في طريقه لتعقيدهم لتوصيل الخيطان وتكون متينه. وطبعا انا هذا بيقعد مو سنه وسنتين، قولي 20 30 سنه ما ممكن يهتري. يعني قطعة وهدية كتير قيمة خلينا نقول. إن شاء الله. مديحة خلينا نشتغل. كيف بتشتغلي بالنول؟ يعني أنا دايما بشوفهم بحسه كتير صعب. لا سهل يعني جدا. أنت هي الآلة سهلة جدا. إيه سهل جدا. هي أي سيدة تعلمها عم تحاولي تعلمي من خلال خبرتك للسيدات؟ إن شاء الله يعني اللي عندها رغبة ما بقصر معاها إن شاء الله. خلينا نشتغل. هلا أنا مستخدمي هذه الإبرة، فيني بأصابيعي أشتغل، ما في داعي يعني أنا أستخدم هاي. هاي للمبتدئين خلينا نقول. ايه يعني نحن كيف منتحركتي بتشتغلي، ممكن مننقل خيط اي خيط لا ومنطلعون، هذا بصير اسمه نسيج بسيط هيك وبنعطيه هذا الشكل. هون انا عاملي شكل ثاني. كمان في اختلاف، بس اخذت ايد النوال على هاي هو بصير بيعطي دوك بيعطي التطريزه. خلينا التطريزه، وممكن حتى التطريز فوقه. يعني مو بس كمان انه انا نسجت هيك، كمان فيني طرز فوقه. تحبوا سؤال ثاني يا شيخ؟ ايه اكيد. عم تعلمي سيدات يعني حدا عم بيقول لك انه هي عم بشوف مثلا هي اللوحات عم تصير لوحات جداريه، او هي القطع عم تصير لوحات جداريه، عم تصير يمكن اكسسوار، عم تصير قطع فنيه مثل ما قلنا. حدا بيقول لك انه انا حابب اتعلم؟ حدا سالك عن هي التصميم اللي انت اخترتيه؟
ان شاء الله. يعني هلا في رغبه كبيره لهذا الستات وقت بيكون في عندنا معارض. نحن معارضنا بتكون تابعه للاتحاد، الاتحاد بيقول لنا انه في اتحاد الحرفيين بيقول لنا في معرض بنروح بنشوف انه في رغبه كبيره على هال. بس انا كمان عندي الورشه صاير مكانها بمدينه المعارض، وكمان الاتحاد اعطانا هذا المكان مشكور. البعد هو اللي بخلينا شوي نحن ما نقدر، يعني ما حدا بيقدر يروح على مدينة المعارض مشان يتعلم الحرفة. إذا كان مكان قريب وقدرنا نعمل شيء هون قريب أكيد إن شاء الله حنعلمهم. بديحة خلينا نحكي عن أنواع الخيطان. الخيطان يعني عم نشوف يمكن على الملمس أو على القصص المخلصية في لكل شيء له خيط محدد. ايه هلا الشال عملنا خيط صوف، وفي شال اسا كمان مثلا ما جبنا. إيه لا هذا غطى طاولي. هذا غطى طاولي. ايه هذا غطى طاولي، اذا فيك تحطي على الطاوله اذا حبيتي ولا لا. خلص فيني اعمله هيك بيشوفوا كل الناس. اوكي. خيوط الصوف عم استخدم خيوط القطن. كمان مثل هذا هلا انا اللي لابسته هون هذا. خلينا نشوف اذا جايبه منهم. كمان مديحه هلا لك يعني هدول الاكسسوارات. كمان هدول كل الطواق كلها شغل نول. بس هذا الخيط شو هذا الخيط؟ هذا خيط قصب كمان شامي. من بلدنا يعني ما في شيء براني. فانا حتى هذا اللي لابسته كمان شغل نول. هلا هون حاطه قطع بروكر قديم، هذا شغل مع الريزين معاملته عامله قطعه هون. خيطان قصب بيقولوا له. وهلا هدول يمكن كثير دارجين كمان مديحه، درجوهم كمان الحرفيين السوريين سيدات، يعني صرنا عم نلاقي عليهم كثير طلب وخاصه بالشتويه، يعني هدول كثير كانوا شائعين عند الصبايا ليا. ان شاء الله تنال الاعجاب. يعني انا عم بحاول كل لا هاي الكورد هذا بس الكورد. هلا هون كروشيه مع اضافي هون شغل تعقيد خيطان هون بالموزايك. يعني شوف الشرقيه. لك هذا الخيط خيط بيقولوا له خيط القصب مع الموزايك وخيط النحاس هون. هلا انا مثل كمان هذا الحلق اللي لابسته كمان موزايك مع خيط القصب. نعم. كمان كمان نحن عم في اعتني ياهم معلش خلينا بس تناولون ياهم كمان. خلينا نشوف الشناتي هون كمان. هي شيء من النول. كيف صنعتيهم؟ يعني هي اصلا جلد. هاي هيك تدخيل مع الجلد للموبايلات. اوكي. جزادين للموبايل كل البيت. يعني انا صحيح عم بشتغل وبحكي عن النول بس ما بنقدر نستغني كمان عن التكنولوجيا. تمام. هي شو هذا كمان شال هيك شو ثقيل اصلا؟ هذا حرير وزنه ثقيل. شال حرير ثقيل هيك. تمام. أوكي. تمام. فيك تحطي وتوقفي وتشوفي شلون ببين عليك. وزنه ثقيل. حرير هذا. هذا حرير. يمكن ليا كمان بالنوع يمكن الخيوط بتحدد تقل القطعة عندك يمكن مديحة. على هوا ما بياخذ خيطان. على هوا ما بياخذ أخذ خيطان منيح. نعم. مديحة يعني اليوم اطلعنا عن كتير قصص وأشغال بتصير بالنول بالخيطان. نحن بنعرف انه عم تعملوا ورشات من العمل للتدريب، ويمكن رح نزرناكم نحن الإخبارية السورية بمنطقة باب شرقي. خلينا نحكي بالخيطان عن الدورات يلي عم تقوموا فيها وتعلموا الجيل الجديد وخاصة جيل الخريجية الفنون الجميلة. والله نحن أنا أول شيء بدي أشكر الإخبارية ما بتقصر، ودي أشكر الاتحاد كمان بيدعمنا دائما، والإخوة الحرفيين كلهم حقيقة ما جاهزين يعني لإعطاء أي معلومة لتخدم الجيل الجديد. فنحن دائما بيجي لعنا ما منقصر، بيسجل إن كان بالاتحاد إن كان بباب شرقي، نحن جاهزين. وفي كتير ناس بتحب وما بعرف. يعني يعطيك العافية. شكرا لك مديحة. يعني وبالختام يعني معك نشكرك على كل هالقطع الفنية، وبنتمنى كمان تصير في دورات لتعليم كثير من السيدات بحبوا يتعلموا هي الحرف حتى يمكن يصير عندهم استقلال مادي ومعنوي. خلينا نقول شكرا.
لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا كثير كثير. شكرا لوجودك معنا. اما هلا ليا بدنا نروح على محافظه السويداء، وتحت شعار بسمه طفل تصنع علم وتبني وطن، اقام كادر معهد اشراق بالمركز الثقافي بالسويداء معرضه الاول. تفاصيل اكيد بتقرير مراسلنا شام حمدان. تحت شعار بسمة طفل تصنع علم وتبني وطن، أقام كادر معهد الإشراق في المركز الثقافي بالسويداء معرضه الأول للأطفال. معرض أشراق 2020 تحت شعار بسمة طفل تصنع علم تبني وطن، لأن الطفل هو المستقبل، فردنا مستقبل واعد، فقمنا من هذا المعرض لنعرض بعض مواهب الأطفال ضمن جهود مبذولة من شركة إشراق في سبيل تحسين الفن والإبداع. بدينا بالطفل لأنه هو مثل المستقبل الواعد، ولأن الفن هي رسالة. طفل طاقة كبيرة، بقدر ما أنت بتعطي بقدر ما بتاخذ منه النتيجة. سوريا بحاجة كل جهود الناس، الكبير والصغير والشيخ والصبي كلهم بيعطوا. الطفل طبعا خامي، بقدر ما بنعطيه ونوجهه بشكل صح ونطلق هاي الإمكانيات اللي عنده بقدر ما بنحصل على النتيجة. مستقبل سوريا إن شاء الله بجهود الطيبين والمخلصين مشرق. قدم الأطفال خلال الحفل لوحات فنية عبروا فيها عن حب الوطن والإيمان بمستقبل سوريا، كما صنع الأطفال علم بلادهم ومجسما لإعادة إعمار سوريا. شعار المعرض كان بصمة طفل تصنع علم وتبني وطن، معنا الشعار نحن عملنا علم سوريا ببصمات إيدينا، عملنا كل ألوان العلم هو اللون الأحمر يرمز لدم الشهداء، واللون الأسود يرمز للعهد العباسي، واللون الأخضر للعهد الراشدي، واللون الأبيض للعهد الأموي. عملنا كلمة وطن، ومعنى كلمة وطن نحن قادرين نرفع وطننا بالعالي على أكتافنا وإيدينا. كان عنوان معرضنا إشراق 2020 تحت شعار بصمة الطفل تصنع عالم وتبني وطن. نحن شاركنا من خلال عدة مشاريع، من هاي المشاريع مشروع الرسم عن طريق الشلموني. نحن عملناه عن طريق الشلموني، وأنه ننفخ ونتحكم بمسار اللون لما نطلع معنا هذا الشكل النهائي. طبعا الفكرة من المشروع أنه مو كل شيء أسود هو عتم ومجهول، وأنه ممكن يحمل جواته كل الفرح والسعادة، وفي الواحد يعبر عن الحب والأمل عن طريق الألوان، لأن الألوان هي الحياة. الخيال الخصب للأطفال المشاركون في المعرض الحالم بمستقبل مشرق لسوريا، أمل يعول عليه لإعادة الحياة إلى ربوع الوطن. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان. وصلنا لمحطتنا التالية، رح نحكي فيها عن برنامج منهجي بيدرب الطفل على مجموعة من المهارات العقلية والتعليمية والاجتماعية والجسدية والمجتمعية بتساعده على التفوق بكفاءات عالية. برنامج ABC 21 شعاره لندع أساليب التربية التقليدية وطرق التعليم البالية، ولحتى ننطلق مع الابتكار الثوري لنتعرف أكثر عن هالمنهج. بصرنا نرحب بالكوتش سعيد سلام المسؤول عن الإدارة الفنية في المشروع. صباح الخير، كيفك كوتش؟ يا رب صباح الخير. يا رب يسعد صباحك. يعني بداية مشروع جميل مهتم بالأطفال، خلينا نحكي بشكل خاص، خلينا نحكي عن الأعمار اللي عم يضمها هالمشروع وشو الهدف منه. هلا الاعمار اللي احنا بنغطيها هي من 4 سنين ل 14 سنه، وهلا ضفنا برنامج لليافعين كمان لقينا عندهم مشكله بعدم حب الدراسه، بعدم وجود هدف بالحياه. اليافعين اكثر شيء هالكل، بس احنا قررنا نبلش بنأسس بالاعمار الصغيره من 4 ل 5 سنين، بس تاسس الولد بمهارات جيده، بمهارات بتساعده على التفكير الإبداعي، التفكير الناقد، تطوري له الخيال، عنده انتباهه وتركيزه يكون بمستويات منيحة، فأكيد عم ناخذ نتائج بالمراحل العمرية اللي بعد، يعني بس يكبر أكثر ناخذ نتائج أفضل. خلينا نحكي شو هو برنامج أو الأسلوب المنهجي بالتعليم ABC، شو هو؟ هلا نحن المنهجية أول شيء بكل تواضع هي ابتكارية،
لمجموعة من الخبراء السوريين، ونفتخر بهذا الموضوع. على رأس الهرم دكتورة هزار الأحمر، هي المصممة المنهجية، بالتوازي مع الشغل والخبرة الفنية اللي احنا بنشتغل فيها على الأرض. أساس التدريبات هي شيء اسمه المتعة المفيدة، فلحنا بنخلي الولد يكون مبسوط وهو عم بيستفيد بنفس الوقت. لاحظي كل الألعاب الإلكترونية بتجذب انتباه الطفل وبتاخده لعنده. اللي احنا عم نحاول نلاقي بدائل ليكون عم بيتعلم وبنفس الوقت عنده الشغف. نحن كتير في مشكلة عند الأولاد، ما بيحب يدرس، ما بيحب يروح على المدرسة. اليوم هي مشكلة متفشية كتير عنا، فلحنا عم نحاول نساعد بحل هاي المشكلة. المتعة المفيدة بتعتمد كتير على الكوميديا، على الضحك، فأي حدا بيكون عم يتحفى بيكون نتائجه أفضل. جيد. أكيد. لكن خلينا نحكي شوي يعني من وحي الآثار السلبية اللي عم نعيش يمكن هالوقت، إن كان حروب، إن كانت أخبار سلبية أو سيئة، أو كان حتى مواقع التواصل الاجتماعي عم تسرق انتباه خلينا نقول هي الفئة من الأطفال. خلينا نحكي شوية اليوم عن التأثير الإيجابي اللي أنتوا عم تتبعوه أيضا على الحالة النفسية حتى تحسنوا من المزاج وأيضا تحببوا هذا الشخص بشيء، يعني الوقت أنه يأخذ منه هاي الفائدة. الفكرة كتير بسيطة، هو نحن وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية عم بتأطر الطفل باتجاه معين، عم بتأطره لعدم العمل، للفشل، للأفكار السلبية. نحن كل شغلنا بيعتمد على شيء إيجابي، هو تفوق، ضحك، تحفيز الإبداع والأفكار. نحن بناخذ بالعكس، بنشتغل على العكس، ما بنشتغل على الرسالة السلبية، بنشتغل دغري على المسج الإيجابي اللي لازم توصل للطفل. في شغلة كثير مهمة، ما في سلطوية أستاذ وطالب عنا، ففي شيء اسمه مؤثر، في شيء اسمه الكل بده يشتغل مع بعضه. في نماذج نعطيهم، نماذج نجاح، يعني أنا مثلا بدي درسهم كوميديا ويكون أنا نفسيتي تعبانة أو مالي إيجابي فبتكون النتيجة، أو مثلا بطلب منه يكون هادي بس الأستاذ اللي عم يعطيه أو المؤثر هو معصب. فاليوم نحن اختيار المدربين اللي عنا أول شيء أنه يكون بيحب الطفل، يعني هذا المعيار الأول قبل الخبرات. لازم يكون له شغف بالطفل، يعني عالم كتير حلو فبدي يكون عنده شغف وباله طويل. هو بده يكون يلعب معهم، إذا ما لعب ما صرتي طفل معه، ما تفوتي على هاي القصة، يعني بدك تكوني طفل، هو عالم كتير حلو يعني نشتغل عليه. تماما. بالإضافة لتعلم دائما في قصص كتيرة لازم نحن نضوي عليها، يمكن الأخلاق، التربية الحلوة، حب المساعدة، حب التعاون، التبادل بين بين الرفقة. قديش مهم هذا الدمج، يعني حضرتك ذكرت من شوي كلمة عائلة، وبلا العائلة يمكن ما في شيء بينجح بالحياة أبداً. حتى بالعلم وحتى بالروح الحلوة لازم يكون فريق واحد وعائلة واحدة. خلينا نحكي عن هي الروح، قد ايه أهمية تعزيزها من خلال تجمعات الأطفال وتعليمهم. هلا أول شغلة نحن العائلة هي كلمة كتير مهمة، لأنه نحن في عائلة بالبيت، عائلة بالشغل، عائلة مجتمعية، عائلة اسمها سوريا، لازم تكون موجودة كلها مع بعض. الفكرة الأولانية اللي بنشتغل عليها، نحن بنشتغل على خمس نواحي مع أي إنسان وليس الطفل بس. بنشتغل أول شيء عائل هو الأهم، بعدين الجسم، بنشتغل على العلاقات الاجتماعية، بنشتغل على المجتمعية كمان، بنشتغل على المهنة. هلا مع الطفل هي تعليم، مع الكبار بتكون المهنة اللي بيشتغل عليها. كيف نخلق له شغف؟ كيف نخلصه من بند كتير صعب ببلدنا اسمه المماطلة؟ من ماطل كثير بقصص، ما بدي نزل وزني هلا، ما بدي اعمل. ففي اسباب تأجيل. بس هلا اذا بنيجي نفكر بكلمه المماطله، هي عاده لسبب كثير بسيط، انه انا تخلصني من قلق وتوتر. فاذا حليت هاي العاده بقدر انتقل لمستوى جديد. انا ما بلقنه القيم الانسانيه والاخلاقيه، هو بيكتشفها عنا، عمليه الاكتشاف. هو لازم يحب رفيقه، لازم يحب وطنه، لازم ما يكب ورقه، لازم ينظف. في كثير شغلات بشوفها بالطريق، ويمكن شوي خبروني انه صارت يمكن عندي ازمه نفسيه منها شوي، انه الولد احيانا بياكل اي شيء بكبه بالارض. طيب في مسؤوليه بالبيت، في كثير قصص بدنا نشتغل عليها. فانت بس بدك تشتغلي على الطفل بدون سلطويه انه لازم، بسلطويه الاكتشاف، انه هو لازم يكتشف اي شيء بده يشتغل عليه مع متعه يكون مبسوط فيها. لازم يلعب الولد، لازم كلنا نلعب، لازم
اي شغله نسويها بحياتنا نكون عند العافيه تو بيبلي اسمه يعني لازم نلعب. طيب في مشاريع ثانيه قيد الدراسه او قيد الانجاز مثلا او التنفيذ قريب تشابه المشروع وبتتوجه لكمان شريحه معينه من خلينا نقول اعمار اكثر من يافعين، لانه كمان عم نشوف انه مو بس الاطفال واليافعين عندهم هيدي المشاكل، كمان الشباب اللي هلا فاتوا على الجامعات الاكاديميه كمان. هلا بس بدي ضوي على قصه اول شيء، نحن اي بي سي 21 هو فريق عمل متكامل، خبراء ناس عن جد تشهد لهم بخبرتهم. اللي احنا الشيء اللي عم نركز عليه دراسه السوق، كثير درسنا السوق، فكان عنا انه الكبار صار بدهم كمان نعمل لهم عندهم مشاكل. المشكله الاساسيه هي القلق والتوتر، هي مشكله سائده والخوف من المستقبل بجونا يعني. كيف بدنا نحل هذا الموضوع؟ فعملنا برنامج مطور شوي اسمه باي باي انطلق وداعا للحزن. نحن فينا نساعد الشخص يستلم ادوات ليقدر يستمر بالحياة. لازم نحن دائما، هي فكرة كتير بسيطة انه نحن نبحث عن السعادة، لا لازم نكون سعداء ونحقق احلامنا. فانا بخليكي بحالة سعيدة دائما وتحققي اللي بدك اياه، حتى باي خبر سيء بتسمعيه او مشكلة. فالحياة ما لها حلوة بس فيها مطبات، وهي هيك الحياة تشتغل هيك، فبدك تعرفي كيف تتعاملي معه. ففيك تكون روحك رياضية. البند الاساسي اللي مركزين معه مع كل العالم اسمه الانضباط الذاتي، هذا اخذ وقت كثير، كيف نحن نكون منضبطين ذاتيا لنقدر نحقق التفوق باي شيء بدنا نحققه. نعم، نحن بدنا نشكركم كثير، والشكر مدموج اكيد مع لكل الجروب يلي معك ولكل الاطفال ايضا والاهالي يلي بيشجعوا الاطفال لحتى يتطوروا بطرق يعني بطرق كثيره. شكرا كثير لكم، رحمه لشهدائنا. كثير بتشكر اهالي الاطفال اللي عم بيكونوا معنا، والوعي المتزايد لاهميه الطفل انه مو بس يدرس، لازم يتفوق كمان بشغلات ثانيه. اكيد نحن بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا، ومثل ما قالت ليا تحيه لكل الجروب وايضا للاطفال اللي هلا ملتزمين معكم، شكرا لوجودك معنا. اما هلا ليا بدنا ننتقل لاستوديو الاخبار لنطلع على اخر المستجدات السياسيه على الساحه العربيه المحليه والعالميه مع زميلتنا علا ابو خضر. صباحك يا علا. يسعد صباحك زينب، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم وآخر الأنباء، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. استكمالا للإجراءات الاحترازية السابقة التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومع اتساع رقعة انتشاره على المستوى العالمي واعتباره وباء عالميا، وانطلاقا من حرص الحكومة السورية على صحة وسلامة المواطنين، تقرر خلال اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الفريق الوزاري المختص اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية، ومنها تعليق دوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم السبت 14 من الشهر الحالي ولغاية الخميس الموافق الثاني من الشهر القادم. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب. هذا وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب الذي تم التوصل إليه في موسكو مؤخراً. أكدت وزارة الخارجية العراقية أن قيام القوات الأمريكية بقصف مقرات حكومية عراقية هو عمل عدواني، لافتة إلى أن العراق سيتوجه بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الخصوص. المتحدث باسم الوزارة قال إن القصف الأمريكي لمقرات حكومية أمنية ومدنية يقوض جهود مكافحة الإرهاب ويخل بالاتفاق بين العراق والتحالف الدولي، مشيرا إلى أن العراق سيتوجه بشكوى من خلال رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هذا العدوان.
بدوره أدان الأمين العام لحزب لا السيد حسن نصر الله العدوان الأمريكي على مواقع ومنشآت للجيش العراقي والحشد الشعبي ومنشآت مدنية في العراق. السيد نصر الله قال إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي انتهاك لسيادة العراق، مؤكدا أنها ستلاقي الأجوبة المناسبة من الشعب العراقي. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إليك زينب. شكرا لك يا علا، ومكملين مشاهدينا بآخر فقراتنا من صباحنا غير ومع موهبة سورية كتير ظريفة. فقرتنا الأخيرة يا زينب مثل ما قلتي مع الصوت الحلو ويمكن بعمر صغير الأصوات وصاحبين الأصوات صاروا نجوم أبهروا الجمهور بحضورهم. هاي الموهبة السورية يلي معنا إياها وضيفتنا لليوم اسمها ياسمين نصر الدين، بنت مدينة السويدة. ياسمين حصلت على جائزة المركز الأول على القطر برواد الطلائع والمركز الأول برواد الشبيبة بالعزف على الجيتار. ياسمين هي سنة سابعة بمعهد فريد الأطرش تابع لوزارة الثقافة أيضا بالعزف على آلة الجيتار، وقررت اليوم أنه هي أو قررت أنه تشارك بالموسم الثالث من البرنامج The Voice Kids وغنت لفريد الأطرش وأيضا عزفت على الجيتار، فكان لها مكانة كتير خاصة والجمهور كتير حبها لياسمين. وانضمت هي لفريق عاصي الحلاني، ولحتى نتعرف أكثر عن الموهبة ونتعرف أكثر عن ياسمين لك صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. سلامتك سلامتك، صابوكي بالعين فوراً كسرت إجريك، سلامة قلبي. الله يسلمك، شو مساك. يسعد صباحك يا ياسمين نصر الدين، جاي من السويدة بالرغم من انه رجلها ملوية بس اصرت انه تكون معنا، وفت بالوعد. ياسمين خبرينا كيف هيك بهذا العمر الصغير بتعزفي كتير حلو وبتغني كتير حلو؟ هلق انا بحب الجيتار كثير وبحب الغناء كثير. كنت انا واخواتي مشكلين فرقة موسيقية وبنطلع على عدة مسارح ثقافية، وخيي الكبير مازن كان يغني ونحن نغني معه أنا وأختي، وخي الكبير ثائر كمان كان يعزف لنا ويلحن لنا أغاني. فنحن أنا بحب الغناء ومن أنا صغيرة. عائلة فنية يعني. فيك تقولي. وبنحب الغناء كثير والعزف، وأنا قررت أن أحقق حلمي فدربت لوصلت لهم. يعني مثل ما حكيت بالمقدمة عدد كتير كبير من الجوائز حصلت عليها برواد الطلائع وشبيبة الثورة، وأخيرا كانت مشاركتك ببرنامج The Voice Kids. حضرتك من عائلة فنية مثل ما ذكرتي، وغنيتي شي لفريد الأطرش، خلينا نسمع شو غنيتي أو شو محضرتي لنا أنت، شو حابة؟ هلق أنا حضرة بدي سمعكم شيء لابق لصوتي، حبيت تصبح فيه على الجمهور. يلا ونحن ناطرين هالصباح الحلو. Thank you.
خليكي كمان علي خليكي عم تغني. ياسمين يعني كنتي وشاركتي بذا فويس كيدز وكانت مشاركتك نتيجة انضمامك لفريق عاصي الحلاني، خبرينا عن هي التجربة. وكثير من الناس يمكن هذا الموسم سألوا انه الأطفال السوريين كان عددهم قليل، فخبرينا انت كيف تقدمتي وكيف كانت تجربتك ايضا بهذا البرنامج. هلا برنامج ذا فويس كيدز بيتقدم عليه ملايين من كل الوطن العربي. طبعا بنمر بمراحل قبل، في بيجي مندوبين من لبنان ونحن بنروح مراحل على بيروت لنصفي 90 صوت، هذول 90 صوت نحن بنكون اجمل 90 صوت بالوطن العربي. وهالشيء كثير منيح بالنسبه لنا، بصير بيناتنا منافسات على المسرح وقتها، بنتدرب مع المدربين. طبعا هذول 90 صوت كلهم بيستحقوا يكونوا ذا فويس. نحن من سوريا كنا 10، وانه يفوز واحد سوري بالبرنامج شيء كثير حلو. بنبارك له اكيد، انبسطت له، بنوجه له تحيه. طبعا اكيد انبسطت له، هو كان صديقي اخي اسلام. طبعا شيء كثير بدل على كثير مدلول حلو، ونحن من سويدا كنا 4 وهكذا كمان مدلول كبير. ما شاء الله اهالي السويدة كلهم صوتهم حلو، يعني اهم نجومنا من السويدة، بدنا نقول لهم تحيه كمان. ياسمين حضرتك حصلتي مثل ما ذكرنا على جوائز كثيره، وانت ضمن دراستك سنه سابعه. سنه سابعه بمعهد فريد الاطرش. بمعهد فريد الاطرش. بس شو سنه سابعه؟ يعني صار لك 7 سنين. يعني صار لي 7 سنين. غناء ولا عزف؟ لا عزف. عزف. ليش بس بالعزف؟ حتى بمشاركتك بالرواد وباي مسابقه عم تقدمي فيها بس عزف، مع انه صوتك بياخذ العقل. تسلمي. اولا انا بدات اعزف يعني قبل، لانه خيي كان يغني فنحن كنت غني معه انا كورال، فبدات بالعزف اولا، فتت على المعهد وبدات بدات بالمسابقات واحصل على الجوائز. بعد فتره اكتشفت صوتي، اهلي واخواتي والمدربين تبعوتي والاساتذه ساعدوني لطور صوتي. فكان بعد فتره لهيك انا كنت بالعزف محققه كثير شغلات، بس ان شاء الله رح تشوفوني بشغلات كثير حلو، وعندي مشروع ان شاء الله كبير بعد ذا فويس، رح يكون مع نجم كبير ورح يتم تصويره بمصر. هو دويتو غناء. كويس، حلو والله، حلو هذا الخبر ليا، يعني اسه ها ما شاء الله اول خطواتها وهيك. بدنا نسمع شيء يا ياسمين كمان هيك تسمعينا اياه على الصبح من ذوقك. على عيني. انا حبيت انه بسبب انتصارات جيشنا البطل حبيت اوجه غنيه تهديهم اياها، بهديها لسوريا وبهديها لكل الجيش العربي السوري حبيبتي. هي من اغاني خيي. يلا. اخوك ملحنها وكاتبها؟ خي مغنيها وخي الثاني ملحن. ملحن، اوكي تفضل. كل ما فاح الورد الجوري بعرف انك عربي سوري بضرب سلام، كل ما بروح بسافر اكتر حبك يا سوري يا بيكبر برجع اوام. ما في احلى من هواكي، ما في شاعر ما غناكي، ما في احلى من هواكي، ما في شاعر ما غناكي، بموت وبتنفس هواكي بياسمين الشام، بموت وبتنفس هواكي يا احلى شام. جيشك يا سوري علا وقف ضد الدنيا كلها، جيشك يا سوري علا وقف ضد الدنيا كلها، لا يخاف اللي معه الله عالي المقام، لا يخاف اللي معه الله عالي المقام. ما في احلى من هواكي، ما في شاعر ما غناكي، ما في احلى من هواكي، ما في شاعر ما غناكي، بموت وبتنفس هواكي بياسمين الشام، بموت وبتنفس هواكي يا احلى شام. كل ما فاح الورد الجوري بعرف انه الجيش السوري بضرب سلام، كل ما بروح بسافر اكتر حبك يا سوري يا بيكبر برجع اوام. ما في احلى من هواكي، ما في شاعر ما غناكي، ما في احلى من هواكي، ما في شاعر ما غناكي، بموت وبتنفس هواكي بياسمين الشام، بموت وبتنفس هواكي يا احلى شام. سلم هالصوت يا ياسمين.
شو حلوه الغنيه كمان. نوجه تحيه لاخواتك ولوالدك الموجود اكيد معنا بالاستديو مرافقك. ياسمين قبل ما نختم بنشوف كثير من البرامج ممكن تدعم الاطفال. اول شيء بتوصلهم لمكان الاطفال بحسوا حالهم انه صاروا نجوم، ولكن هن اكيد بدهم دعم كثير كبير، وبيوقفوا يتعلموا موسيقى، بيوقفوا يتعلموا الغناء اكاديميا ايضا. قديش مهم اليوم انه الطفل ما ينصاب بجنون العظمه مثل ما بيقولوا بالعاميه، يكفي درسه، يهتم بمدرسته، يضل على الارض بين رفقاته، يعني ما كثير يقول انه انا لا انا صرت نجم اطلع على التلفزيون خلص. خلينا نحكي قديش مهم انه الواحد يكون، وخاصه الطفل يكون عنده توازن بدراسته تكون صح، وحتى انه يتابع بالتعلم، لانه نعرف هلا هو عم ينمى ويوم عن يوم عم يتغير الصوت وحتى طريقه العزف. صح طبعا. اول شيء تعتبر كل هاي البرامج خطوه فقط للامام، وهي انطلاقه. لازم طبعا كل طفل حدا يدعمه، اهله لازم طبعا يوقفوا حديه، لازم يوصل لمراحل اكبر، لازم هو يطور ويحسن صوته. طبعا ما لازم يشعر بالغرور انه هو لا انه هو وصل لهي المرحله، بعد في مراحل كثير قدام هو ما وصل لهم. لازم يتدرب منيح، لازم يخلي في وقت عنده ينظم وقته بين دراسته وبين الغناء بين العزف. اي شيء عنده مواهبيه لازم يحافظ على موهبته، وما انه يوقف دراسه الاكاديميا لانه شيء كثير مهم طبعا، وشهاده يفتخر فيها لبعدين. بضل يتطور اصلا. طبعا لازم يضل يتطور، يعني حتى لو وصل لمكان كثير كثير منيح لازم يضل يشتغل على حاله ليوصل بعد احسن. اكيد. ياسمين المشاريع الاخيره غير مشروع، انه في عندك يمكن شيء مهم بمصر رح تسجليه مع فنان مهم، شو كمان هيك حاطه ببالك مشاريع بالمستقبل لوين حابه توصلي؟ طبعا انا حلمي كثير كبير، انا بحب اوصل لانه صير مشهوره بالوطن العربي ويمكن بالعالم حتى كله. رح ضل اشتغل لوصل صوتي، رح حاول قد ما في اتوسع بالمشاريع تبعوتي، ويكون عندي لقاءات ان شاء الله بلتقي معكم بلقاءات غير كمان لوصل صوتي لكل الوطن العربي والعالم. ان شاء الله يا رب. ونحن نتمنى لك كل التوفيق ياسمين. مين بتحبي اكثر حدا مطرب؟ مين مثلك الاعلى؟ هلا بصراحه ما عندي حدا انا معين، انا بحب اسمع للكل لانه كل حدا عنده شخصيته وصوته، يعني بالغناء عنده شخصيته معينه، هو ما حدا بيشبه حدا، لهيك ما في يفضل حدا على حدا. بس انه ما عندك حدا انه بتفضليه اكثر او انت مايله ل حدا اكثر من حدا؟ انا صوتي بيشبه صوت الست فيروز مثلا، فينا نقول الست نجاة الصغيره، فينا نحكي ماجد الرومي، كلهم هدول يعني انا بلبق صوتي لصوتهم، بس انا بفضلهم كلهم طبعا. وشو حلو بعمر صغير تسمع لجيل قديم، يعني هذا الجيل كله عراقه بالفن طبعا. لهيك صوتها حلو ليا. وبدنا نختم بغنيه كمان، ما بدك تغني لسوريا؟ هلا حابه تغني هدينا غنيه هيك على ذوقك كمان. غنيه بدي اهديها لكل الامهات بما انه عيد الام. عيد الام قريب. عيد لكان لكل الام السوريه. بدي اهديها لكل الامهات الوطن العربي، الامهات السوريه وبالاخص امهات الشهداء. يلا. تسع شهور وانت حملتيني، وبعدها تعبت كتير تعجبتيني، وعذبتك كتير لتربيني، وضاعت الترباي في يامون 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 يا ست الحبايب يا يامون 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 يا ست الحنين يا يامون يا ما بردتي يا ما لا تدفيني يا ملا طعميني وكم جوز الجابات رقعتلي وكل هالشي ما بين فيه يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنان. برافو عليكي ياسمين. ياسمين
عفوا بالختام بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك يا حلوه، موفقه ان شاء الله بنشوفك بالعالميه، واكيد نحن مبسوطين انه تعرفنا عليك وناطرينك بحلقات ثانيه تكوني معنا ومحققه مراكز اولى ايضا بمسابقات ثانيه. شكرا كثير يا ياسمين، موفقه يا حبيبتي. شكرا يا ياسمين والله يوفقك ان شاء الله، وقريبا هيك كمان بتكوني معنا بصباحنا غير بانجاز مهم ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. شكرا زينب، لهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. يعني بالختام بس هيك حابه اسلم على كل الامهات، بما انه هلا غنينا للامهات امبارح كثير كانوا عم ينزلوا انه الامهات ما في جاهزين لانه ما في مدرسه ابدا، يعني مو هيك بطريقه نهفات الشعب السوري، نهفات الشعب السوري، او في عالم ضبوا شناتين وراحوا عند اهلهم. نحن ما بدنا تجمعات كثير مشان مو للسيرة عن هذا القرارات. انبسطوا بالعطلة وهيك يكونوا حد بعض وعقموا كل شيء حواليكم كتير منيح. نتشكركم لحسن المتابعة، وبدي اتشكرك يا زينب. شكرا لك يا ليا، ونهارك سعيد ان شاء الله، وعقمي كمان انت. اكيد بدنا نقول انه الاجراءات الوقائيه هي مو مجرد حكي، هي فعلا مثل ما بنقول الوقايه خير من قنطار علاج. واكيد نحن عبر الاخباريه السوريه ان كان بالفواصل او التقارير او حتى بصباحنا غير الفقرات التوعويه منشانكم، منشان صحتكم، منشان صحه اولادكم كمان. نتمنى دائما تتابعونا، اذا ما قدرتوا تحضرونا صباحا حضرونا إعادة الساعة 1، وعلى روابط الإخبارية السورية وصباحنا غير. تبوا ألف خير وباي باي. عنا هوا وعنا سما، فيات هربينا سوا، مزروع فوق ترابها وعجبه كل أحبابها، وبتضل عالي فوق.